اما لعب صح اما لعب صح لعب كويس. هو حاجتين النهارده، انت ليه ما بداش محمد شريف؟ محمد شريف في بطوله افريقيا ما لعبش كتير صح. واخر ماتش مريح صح. انت تبدا تبدا بالسوليه اللي هو مجهد وتقعد محمد شريف اللي هو واضح ان الفرقه بتاعت بالميراس مذاكره فرقه الاهلي كويس قوي وعارفه طريقه اللعب. فما نزل محمد شريف بدا محمد شريف يوقف الاثنين المساكين وما بقاش في هجوم عليك. اما لعبت صح وانت مطلوب منك واحد بدات توصل للجون ما وصلتش وانت عارف. انا شايف مين اللي فرق كمان يا كابتن احمد بيقول لي صح غلط؟ احمد عبد القادر. اه طبعا يعني عبد القادر لما نزل كمان وقف على الكوره، بقى ياخد الكوره، بقى ينطلق راسي على المرمى. لعيبه الاهلي كلها ما كانتش بتعمل كده، عمال تباصي عرض طول الماتش. هو بدا غلط. انت عايز تطلع بالكوره من ورا وهم عاملين هاي بريشر عليك، ضغط عالي قوي صح. وانت مش عارف تطلع بالكوره. يعني انت كل الكور هات الماتش النهارده اليو ديانج يباصي لهاني رمى يطلع تروح رحلهم هم الكره الثانيه بتاعتهم. هي دي. طول ما الكره الثانيه بتاعتهم خلاص هم استحوذوا على الماتش صح. فاحنا القصه مش عارف تطلع بالكوره خلاص. يعني انت اسلوبك ان انت عايز تبدا من ورا. انا حسيت ان الفرقه قدامي بتضغط وانا مش عارف اطلع من ورا. لازم المدرب يغير التكتيك، اروح انزل محمد شريف والعب بقى الكره الطويله لمحمد اللي هو بيجيد فيها في المساحات. في الشوط الثاني بالظبط 3 4 كور قفشه بيلعبوا لمحمد شريف، المدافع بيلمسها بالعافيه بالحاب العافيه، لو واحده عدت جون صح. فانا شايف ان هو النهارده تفتكر النهارده كان مضطر يلعب عمرو السولية مع بدايه الشوط الاول؟ يعني برضو فكره انه انت عايز تقفل باتنين 1-8 1-6 ديانج ومعاه مثلا عمرو السولية، مش قفشه برضو بيتوظف 8 بس هو مش 8، هو ده اللي كان في دماغه مثلا انه يعمل سيناريو الشوط الاول اخلص بالتعادل بعد كده طلع عمرو السولية بعد 45 دقيقه مش هديله اكتر من كده ونزل شيء. يعني ممكن ده يكون السيناريو اللي في موسيماني اللي باظ مع نتيجه المباراه. بص يا كريم، هو اكيد قعد مع اللعيبه الدوليه وشاف مين اللي هو اكيد سال عمرو قال له انا ممكن اقدر العب. الطبيعي انك انت محمد شريف النهارده كان لازم يبدا. انا ليا وجهه نظر ثانيه ان النهارده بدل ما العب ثلاثه ممكن تكون ثلاثه دي مشيت في ماتش مونتيري النهارده مش هتنفعك. فبالتالي انا رايي الشخصي كان ايمن عادي يلعب مع ياسر ابراهيم ويلعب باربعه ويزق رامي ربيعه يقفل الحته قدام المساكين مع ديانج 4-1 4-1 بالظبط. لان رامي اصلا كان بيلعب في الحته دي اصلا، رامي في الحته دي مميز ولعب فيها قبل كده. خلي بالك هو زق ايمن في نص الملعب شويه في كور ايمن اللي عمله في المنتخب، ايمن في وقت كان هو اللي بيعمل الدور ده بس هو برده خلي بالك في النادي في الاهلي النهارده الماتش. بس انا في حاجه يا احمد، ما انا النهارده انا برده ايمن لازم العبه في الحته دي واقفل الحته دي لان انا عندي ميزه في علي معلول. علي معلول لازم في الحته دي هو بيكمل وعلي لما بيكمل بيبقى في خطوره كبيره جدا. حتى علي النهارده برضو من الناس اللي هي مش فايقه، من الناس اللي هي بعيده برضو شويه. تاني حاجه انا رايي ان النهارده كان احمد عبد القادر، انا شايف انه ممكن ما كانش يبدا اللقاء النهارده. احمد عبد القادر لما يكون قاعد بره بيقدر يدرس المنافس وبيقدر يدرس اللعيبه الثانيه. وبعدين هو في ميزه كمان يا كريم واحمد، احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري دلوقتي اللي هي مش موجوده كتير. يعني عنده اختراقات غير طبيعيه ما حدش بيعمل ده، بيبتكر يعني مش تقليدي. وما عندكش حد دلوقتي بالكواليتي ده. اتنين بيعملوها هو واحمد رفعت صح، بس احمد متطرف بس بس بيخترق برده بيشوط يعني. انا معاك يعني يا احمد، بس يعني الوينج اللي هو في وينج بيلعب اللي هو انا وينج طاير وعايز بعمل كروسات، لكن احمد رفعت من الناس برده اللي بتخش وبيعمل كروس لجوه بيخش ويشوط ويعمل 1 2 ماشي. بس هو بيلعب وينج، لكن انا بتكلم مع احمد عبد القادر ده كواليتي زي مثلا كابتن وليد صلاح الدين، كابتن حازم امام. الناس اللي هي بتخترق اللي هو بيعمل باص دبل باص في حلول في دلوقتي. انت كل الناس بتقفل الحته بتاعه 18 ده بيبقى في ناس تقول لك اما تقفل العب كروسات. طب افرض الاثنين متقفلين وقافلين جوه المدافعين كلهم في تكتل، واحد زي احمد عبد القادر هو ده الوحيد اللي يقدر يخترق، ده اللي يقدر يعمل باس ودبل باس. ما شفناش الكلام ده من ايام الكابتن يعني حازم امام، عبد الستار صبري مثلا، كابتن وليد صلاح الدين. الناس دي كان بيبقى بتحل لك حلول كبيره جدا صح. فده انا شايف من وجهه نظري ان وكابتن وليد كمان لما كان بينزل بيفرق صح. انا شايف ان احمد عبد القادر ممكن ياخد وقت اكتر بس ما يبداش اللقاء. فهو كان المفروض مستر موسيماني يغير جوه الجيم. ممكن من البدايه خالص كان عمرو يريح ويلعب زي ما قلت يزق رامي ربيعه، وايمن يلعب ناحيه يلعب باربعه ويحمي علي معلول. واضح ان موسيماني خلاص